السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الـ ICT الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، بنشرحه من كتاب بوني، وطبعا زي ما قلنا قبل كده احنا شارحينه من كتاب الوزارة. لو حابب ترجع لكتاب الوزارة تقدر ترجع له بمنتهى السهولة. يلا نبتدي الشرح مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا المرة اللي فاتت lesson 1، النهاردة بناخد مع بعض lesson 2 وهو the evolution of technology. evolution يعني التطور أو الثورة التكنولوجية. evolution يعني إيه؟ التطور أو الثورة التكنولوجية. هنا بيقول لنا technology has come a long way we have for ages of technology. التكنولوجيا قطعت طريق طويل قوي واحنا عندنا اربع عصور للتكنولوجيا. هو بيلخص لك هنا الاربع عصور وبيقول لك ages of technology او age of technology، وطبعا الديتس بتاعتها. اول age او اول عصر من عصور التكنولوجيا the pre-mechanical age او العصر ما قبل الميكنة، اللي هو قبل ما يعملوا مكنات اصلا، وده كان 1450 ده من سنة 3000 قبل الميلاد لحد سنة 1450. بعد كده عندنا الميكانيكال ايج او العصر اللي اخترع فيه الماكينة، اللي هو عصر الماكينة او العصر الميكانيكي، وده من سنة 1450 لحد 1840. بعد كده العصر الثالث الالكترو او ذا الكترو ميكانيكال ايج، لما ظهرت الكهرباء الالكتريسيتي، فظهر معاها المكنه اللي ممكن تشتغل بايه؟ بالكهرباء. ده اسمه ايه؟ عصر المكنه الكهربائيه، اللي هو فروم 100 اللي هو فروم 1840 لحد 1940 او 1840 1940. وبعد كده العصر الأخير اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو ايه؟ الإلكترونيك ايج او العصر الإلكتروني، اللي هو من 1940 لحد present او الواضح او الحاضر اللي احنا عايشين فيه. اول حاجة بيكلمنا عن pre-mechanical age او العصر ما قبل الميكانة. بيقولك in this age، في العصر ده، people communicated، الناس تواصلت together using pictures and drawings. الناس كانت بتتواصل مع بعض عن طريق الصور والرسومات. like hieroglyphics اللي هي اللغة الهيروغليفية بتاعت الفراعنة. and then وبعد ذلك using words and numbers، وبعد كده استخدموا الكلمات والأرقام. يبقى الناس في العصر ده ابتكرت طرق يتواصلوا بيها مع بعض. اول حاجه بداوا يرسموا رسومات يتواصلوا بيها مع بعض، وبعدين الرسومات دي اتطورت وبقت ايه؟ words ونمبرز. الرسومات دي زي اللغه الهيروغليفيه اللي احنا عارفينها كلنا، الهيروغليفكس او الايه، او اللغه الهيروغليفيه او الكتابه الهيروغليفيه بمعنى ادق. طب يقول لك some of the tools that appear in this age include، بعض الأدوات اللي ظهرت في العصر ده كانت متضمنة pens and pencils، أقلام الجاف وأقلام الرصاص، أقلام الحبر وأقلام الرصاص، papers الورق، manuscript parchment اللي هو إيه؟ المخطوطات، Abacus counter اللي هو العداد الرقمي اللي بنسميه أباكس. ده شكل العصر الثاني اللي هو الميكانيكال ايج او العصر الميكانيكي. بيقول لنا هنا in this age، في العصر ده، there was technology، كان في تكنولوجيا، revolution ثورة تكنولوجية، and people recorded، والناس بدأت تسجل a tremendous amount of information. tremendous amount of information، كمية هائلة إيه؟ من المعلومات.
which led to a desire اللي خلتنا وصلنا للرغبة to make it إن هي تخليها easier أسهل to record and share this information. وكان في حاجة إن هم إيه يسجلوا ويشاركوا المعلومات دي. Some of inventions that appear in this age include طبعا بعض الاختراعات inventions يعني اختراعات ظهر في العصر ده زي مثلا ال printing process عملية الطباعة كان في facilitated printing box كتب ايه facilitated printing box سهلت عملية طباعة الايه الكتب عندك مثلا التايب رايتر او آلة الكتبة وعندك الاولد برينتنج ماشين او مكنة الطباعة القديمة او اللي كانوا بيستخدموها يدويا كمان عندهم ايه الباسكالين آلة باسكالين an early calculator آلة حاسبة بدائية ثالث عصر اللي هو ايه the electromechanical age او العصر الماكينة الكهربائية بقى اللي هو ايه العصر اللي بدأ تظهر اكتشف فيه كهرباء وبدأوا يخترعوا ماكينات بتشتغل بالكهرباء زي هنا بيقول لك this was the beginning of communications دي كانت بداية الاتصالات as we know اللي احنا كما نعرفها today النهاردة and electricity was used for the first time والكهرباء تم استخدامها ايه لأول مرة طبعا هنا بيقول لك some of the inventions بعض الاختراعات that appeared اللي ظهرت in this age في هذا العصر include بتتضمن telephone lines التليفونات طبعا خطوط تليفون recorder player اللي هو جهاز تشغيل الحاجات المتسجلة اللي هو الجراموفون ده recorder player ده كان بيحط عليه اسطوانات ويسمعوا منه موسيقى وحاجات كده وعندهم كمان الفيرست ديجيتال كمبيوتر او اول كمبيوتر رقمي كان ضخم جدا كان حجمه قد حجم مبنى مثلا وده كان 8 feet high كان طوله 8 قدم 50 feet long وعرضه 50 قدم 2 feet wide والعرض بتاعه كده والسمك بتاعه 2 قدم it weighed 50 tons يعني كان وزنه 50 طن 50 طن عارفين يعني 50 طن البني آدم لما يبقى عنده 80 أو 90 كيلو أو 100 كيلو حتى بيبقى تقيل جدا وسمين جدا الطن فيه 1000 كيلو يعني 10 بني آدمين من الناس التقيلة السمينة أو اللي بنقول عليهم فات دول بيعملوا طن واحد الكمبيوتر ده 50 تونز 50 طن تخيلوا بقى وزنه قد إيه مش 50 واحد بقى عندك 10 في الطن الواحد يعني اضرب 10 في 50 يعني 500 بني ادم من اللي احنا بنقول عليهم ايه fat person دول او اشخاص تخين 500 بني ادم مع بعض اخر حاجه واخر عصر هو الالكترونيك ايج او العصر الالكتروني اللي هو من 1940 للبريزنت او من سنه 1940 للوقت الحاضر اللي احنا فيه فبيقول لك هنا this age is known as information explosion age العصر ده بيسموه عصر انفجار المعلومات explosion يعني انفجار inventions يعني الاختراعات and improvements والتطورات أو التحسينات are happening with amazing speed بتحصل بسرعة عالية جدا بسرعة مدهشة في العصر ده كل شوية يخترعوا حاجة وكل شوية يعملوا
improvement أو تحسين في حاجة معينة. Some of the inventions that appeared in this age includes بعض الاختراعات اللي ظهرت في العصر ده بتضمن واحد أول حاجة one they help one computers الكمبيوترات واللابتوبس اللابتوبس طبعا زي ما احنا عارفينها فبيقول لك هنا الكمبيوترز واللابتوبس they help us communicate using emails and instant messages بيساعدونا ان احنا نتواصل بنستخدم الايميل او البريد الالكتروني والرسائل الفوريه instant messages اللي هي رسائل الايه اللي بتوصل في لحظتها instant يعني فوري لحظي فوري او ايه او لحظي satellites الأقمار الصناعية والجي بي اس طبعا زي ما احنا عارفين they help us locate things بيساعدونا ان احنا نحدد موقع locate يعني نحدد موقع الأشياء طبعا the history of ICT تاريخ ال ICT أو تاريخ ال information communication technology أول حاجة Age of Technology تاريخ Age of Technology أو العصر بتاع التكنولوجيا The Pre-Mechanical Age زي ما خدنا 3000 BC 1450 Mechanical Age 1450 ل 1840 Electromechanical Age 1840 ل 1940 والإلكترونيك ايج 1940 للبريزنت وكل واحد فيهم الانفنشنز بتاعته وطبعا المفروض ان احنا نحفظ ده مهم جدا حفظ هام طبعا الاصول دي لازم تبقى حافظها وعارف معناها الانفنشنز بتاعت البري ميكانيكال ايج البنز والبنسلز والبيبرز والبارشمنت والاباكوس كاونتر الميكانيكال ايج الانفنشنز بتاعته التايب رايتر والبرينتنج ماشين والباسكالين الالكترو ميكانيكال ايج التليفون والتليفون لاينز والريكورد بلايرز والريكورد بلاير والفيرست كمبيوتر واخر حاجه الالكترو ايج واخر حاجه الالكترونيك ايج الكمبيوترز واللابتوبس والسمارت فونز والوورد بروسيسور والسوفت وير والفيديو والفيديو كولز والساتلايتس والجي بي اس والاونلاين مابس او الخرائط اللي على الانترنت طبعا احنا كده حلينا طبعا بكده شرحنا lesson 2 وعندنا exercises على lesson 2 دي homework اتمنى تكون استفدت من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته